شوفوا معي الحركة الغريبة، لما تكون ماشي مثلا وفي تحذير ما بيطلع صوت، السيارة بتخبرك شو المشكلة بالضبط. مثلا حياكم يا مستر مواتر. الصينيين ما لهم حل، سرعة التطور والتقدم عندهم بالسيارات مخيف، تصاميم، جودة، أداء، أشكال، بتحسهم عم بيتعلموا من الأساتذة اللي موجودين حاليا في السوق. ولكن يا خوفي، قريبا التلاميذ تتغلب على الأساتذة. هلأ يقال إنه تشيري اللي هي الشركة الأم عندهم بارتنرشيب أو علاقة مع جاكوار لاند روفر. الواجهة الأمامية تاعتها هي أكثر جهة عندها هويتها الخاصة، أصلاً حتى ما بتشبه عائلة جيتور، بتحس تصميم منفصل لحاله. طيب شو هي أو شو اسمها؟ هاي هي الجيتور، في هذا السوق اسمها التي 2، ولكن بعض البلدان عالمياً اسمها ترافل أو ترافلر، المسافر. يعني سيارتهم SUV، مش بادي اون فريم، SUV تقليدي معمولة للطرقات الغير معبدة، واتجاه التصميم فيها كثير مبسط وبدائي نوعاً ما، كثير فيه أشكال مربعة، أشكال رباعية، حتى بتشوف داخل إنارة 1، 2، 3، 4 قطع من إنارة LED المنورة. إذا بتفكر شوي حتتذكر إنه في مصنع ألماني آخر كمان بيستخدم 4 نقاط في الإنارة، بورش. حتقولوا لي نسخ؟ لا مش نسخ. ليش طيب في 4؟ لأنه تخيلوا مصمم بورش اللي صمم الـ 918 سبايدر راح عند جيتور وتشيري، وهو اللي صمم هاي السيارة، فمصممها مصمم بورش سابق. التصميم عبارة عن خطوط مستقيمة، عبارة عن أشكال بدائية، مربعات. طلع كل حرف من كلمة جيتور جالس داخل مربع. على فكرة هاي الأحرف الأمامية كلها بتنور. تخيلوا حتى مفتاح السيارة، أصلاً مفتاح السيارة مربع شبيه بسيارات جيتور أخرى، بس طلعوا مكتوب هون أحرف، لو حد فيكم بيعرف يخبرنا تحت بالكومنتس. بس اللي مربع أكثر من المفتاح هو إطار السبير، كله مربع فعلاً. طبعاً مدموج في داخله الكاميرا الخلفية، ولكن الكاميرا اللي مكانها أجمل هي الكاميرا اللي هون. ولا لا، هاي مش كاميرا هون، بس شوف الإنارة كيف مدمجة فيها، هذا هو البريك لايت. وأيضاً نفس الأمام بتشوف الإنارة الخلفية كمان كيف 4 قطع بتنور في داخلها. حتى على فكرة إنارة الفوغ لايت، إنارة الضباب السفلية، كمان بتنور وداخلها مربعات. باب الخلفي تشوف لما تسكره كمان بسكر شفط. ولكن السيارة عليها بعض التفاصيل اللي محطوطة بس للمنظر، لتبين انها مثلا شوي هاردكور اكثر، مثل هاي المفصلات اللي حاطينها هون بس كرمال المنظر القوي. غلقات التهوئة اللي موجودة هون، ممكن على اصدارات تانية نزلوا فيها حركات ما بعرف للمستقبل. وتفاصيل الرنجات اللي هي نفس البراغي اللي حواليها، اللي ايضا كمان موجودة من اجل المنظر، وبصراحة منظرهم جميل جدا. تصميم الرنجات ولون الرنجات والكونتراست مع هاي الألوان المعاكسة مع لون البادي خرافي، تقريبا تايتانيوم رمادي لونهم. وحجمهم 20 إنش على سيارة صينية من هاي الفئة، العيال كبرت يا جماعة. ونفس هاي الألوان الفوسفورية اللي بالرنجات منتقلة هون عند مسكات السقف، كمان تصميمها جميل. على فكرة هاي عملية، ها شوف السيارة كلها بتهز منها، ففيك تربط عليها أشياء. وعلى فكرة عندك نقاط ربط كمان عن غطاء المحرك الأمامي، ومكتوب في داخلها ماكسيموم 15 كيلوغرام. فإذا أنت بتتمرن حديد وبتشيل باي 20 كيلوغرام لا تشد عليها حتكسرها. بالنسبة للمساحات الخلفية، طبعاً حتلاحظوا الكراسي ما زالت مغفلة، ما زالت مغلفة. طيب خليهم مغلفين لأنه السيارة وكالة، ونحن مستعيرينها من عند إليت اللي هو الوكيل في الإمارات، فخلينا نحافظ عليها بهذا الشكل. بس حتشوفوا أنه تحت الكراسي طلع النقشة والتفاصيل اللي فيها، تنوع المواد كثير حلو. المساحات هون كبيرة. كنت أنا جالس في الأمام والسيارة أوتوماتيكياً بترجع الكرسي لتعطي دخول وخروج سهل، فهذا مع الكرسي راجع اطلع قديش عندي مساحة، مساحة كبيرة بزيادة هون، حتى مساحة الراس. بتحس الكرسي منخفض نوعاً ما، لا يعطيك مساحات إضافية. الباب كمان كثير بيعجبني تنوع المواد والتفاصيل. شوف فوق كيف عندك هون نفس ربر أو بلاستيك مقوى، عندك إنارة مخفية عم بيتغير لونها مع الوقت، عندك هون شيء نفس الألكانتارا، وشوف هون التفتيح والنقاط اللي داخل الباب
بيعطوك نفس نقشة ترين، نفس نقشة أوفرود ورمال وتضاريس، فحركات حلوة فيها. طلع القبضة اللي موجودة هون مع البراغي اللي ظاهرة فيها. بس أجمل ما فيها أنه الأرض عندك هون فلات، طلع ما عندك نفس نفق بالوسط، فالراكب بالمكان الوسطي حيكون جالس ومرتاح. طبعاً لأنه السيارة فيها بلوتوث وتليفون، الكل بده يتحدث، الكل بده يشارك. فعندك هون أتوقع هذا مايكروفون خاص بالركاب اللي ورا، غير المايكروفون. طلع الإنارة أيضاً، الغريب فيها أنه شكل الإنارة الداخلية كمان نفس شكل الجوهرة اللي شفناها على عدة قطع في السيارة، نفس الإنارة في الخارج. طلع كيف بتنور بهذا الشكل. الكراسي بالأمام نفس ما شفنا بالخلف، نفس التضاريس، نفس تنوع المواد. طبعا تصميمها رائع الكراسي، بتحس سيارة فخمة، ونفس طريقة الأبواب وتنوع المواد وكل شيء موجود هون. هلأ مساند الراس طلعوا بنفس الطريقة، بتفتح بشكل جانبي عشان يكون راسك مرتاح في الوسط. والأشياء الرباعية اللي شفناها بالخارج كمان مكررة بالداخل. فتحات التكييف تشبه الإنارة الخارجية، وفي أربع قطع في داخلها. وعلى فكرة بالكامل كمان نفس شكل الجوهرة اللي تكلمنا عنه. المكان الوسطي كمان نفس الطريقة، حتلاحظ إنارة رباعية، أربع قطع إنارة وكلها شكل جواهر. هاي كلها أصلاً شكلها شكل الجوهرة. سنتر كونسول اللي موجوده هون نفس الطريقة، أربع أزرار، أزرار رباعية. وعندك الدرج المتحرك اللي فيها. على فكرة صح ما عندك ثلاجة هون، ولكن عندك قطعة مكتوب عليها open، إذا بتشد عليها يفتح عندك هون منفذ للتكييف، وفعلا في هواء بارد داخل عليها. شوفوا الاختبار العلمي تاع الورقة، ورقة مستقيمة مستقيمة مستقيمة، لما توصل على التكييف لاحظ هاي من قوة الهواء اللي طالع من الفتحة. عندك بالوسط قبضة جير رجولية ضخمة، طلعوا قديش حجمها، حتى في فراغ من تحتها قد ما هي كبيرة. وعندك هون أنماط أو وضعيات القيادة، طبعا فيك تغير بين شارع اقتصادي أوفرود، ولكن إذا بتريح راسك تضغط بالوسط على وضعية أكس وحيدخلك على الوضعية أوتوماتيكية السيارة بتحددها. لما تغير وضعيات القيادة حتشوف الرسومات الجميلة النقية اللي حتظهر عندك، قياسي، اقتصادي، رياضي. نقاوة الرسومات والانيميشنز اللي حاطينها صراحة جميلة. عندك وضعية الطين وعندك وضعية للصخور، الجماعة مشتغلين صح عليها وعلى الرسومات. كاميرات السيارة شوفوا ما أجملها، تحط 2D، بدك زاوية أمامية، أصلا فيك تحول من 2D ل3D. بس الظاهر على الأوفرود ما في 3D، لازم أغير أحطها على شارع بيظهر عندك 3D، بتشوف السيارة بشكل كامل، بلف معك الإطارات لما تعطي إشارة مثلا، بتنور عندك الأشاير، بتدين بالسيارة. لما تشغل أندرويد أوتو، لأنه الشاشة فيها ضخمة، طلع كيف حتظهر كل شيء عندي هون. هاي السيارة ما قبل الانتاج، فهذا مش الفيرجن النهائي. طلعوا قديش ضخمة. طبعا نظام الصوت اللي عليها كثير عالي، فيك تشوف الخريطة بشكل كامل، خلاص مستحيل تضيع انت على هذا الحجم. والله سريعة، تطلعوا نظام الصوت اللي عليها من شركة سوني، بتشوفوا اصلا السماعات كيف بتحسها مدعمة، تفاصيلها على الباب بتحسها هيفي ديوتي، والجودة رائعة عليها. فيها السيارة سنسرات بتخبرك قديش انت داخل في المياه، اذا دخلت لا سمح الله في مستوى خطر هون بتفعل الرادار تبع عبور المياه. والله الكواليتي مش طبيعي، حتى عجلة القيادة لما تلمسها، ملمسها بتحس سيارة ألمانية، مستحيل يعني ما فيها ولا غلطة. خلوني الان اعطيكم بعض الاشياء الغير تقليدية اللي لقيتها هون بالجيتور تيتو. عندنا كثير اشياء والله كثار، فلا تملوا ان شاء الله. أول شيء عندك مسكات الأبواب، ما عندك هون مسكة، فقط الراكب عنده على اليمين. طبعا كمان الراكب على اليمين حتلاحظ في مسكة بالسقف، ولكن السائق ما عنده مسكة بالسقف، على عكس معظم المصنعين. باقي المصنعين بخلوها فارغة، ولكن هون جيتور مستغلينها،
عندك تخزين، تطلع تفتح بهذا الشكل، بتحط هون مفاتيحك او اذا حاب تخبي شيء سجاير كذا بتخبيهم هون، مستحيل حد يعرف انه هاي تخزين. الشمسيه الوسطيه كمان فيها تفاصيل غير تقليديه، لما تفتحها طبعا تتوقع انه يكون في هون مرايه. معظم السيارات تفتح الى الاعلى، هون مسوينها بالعكس، تفتح الى الاسفل، بتحسها مغناطيس نفس طريقة تسلا وبعض هاي السيارات. طبعا انارة قوية جدا محاوطة هاي المراية، تطلع الانارة قديش قوية محاوطتها. فحتى لو انت وجهك مثلا فايت بالحيض او مضروب هتلاقيه انه هون في المراية منور دائما بزيادة. المراية الوسطية ايضا جميل فيها كيف الاطار تاعها كله شفاف بلاستيك ولكن مش اسود. شفتوا الرسومات والتضاريس اللي شفناها بالكراسي؟ نفس هاي الرسومات منتقلة عند الداشبورد الامامي بهذا المكان. ما بعرف هذا النهر بالنص ولا هذا هو مسار السيارة، طلع هون مكتوب الاسم ترافل بلس. بس فعلا لازم تلمس لتشوف قديش المواد اللي هون حلوة. الشاشات فيها عدة اشياء ذكية، فيك تفتح النوافذ من هاي الشاشة. اذا بختار تهوئة لاحظوا مش جميع النوافذ حتفتح، هيفتح فقط الامامي اليسار والخلفي اليمين عشان الهواء يدخل بهالاتجاه ويهوي السيارة من الداخل. طبعا اذا بتضغط على مفتوحة بالكامل هيفتح جميع نوافذ السيارة بدون استثناء، واذا بتحط مغلقة بالكامل كل نوافذ السيارة هتسكر ضغطة وحدة. وبنفس الطريقة الستارة العلوية تضغط من الشاشة تفتحها نص فتحة، بدك فتحة كاملة، عندك عدة وضعيات وأنماط لهذا الشيء. عندك التحكمات بالمرآة الجانبية من الشاشة، عندك لاحظ كيف مرسوم، عندك الستيرينج، الأزرار كلها اللي موجودة، بالسهم تحركها أعلى وأسفل، يعني بتجيب بالضبط الدقة والزاوية اللي أنت محتاجها بالمراية. وأقوى من كل هاي الخصائص هو الميزة اللي مكتوبة هون، شوف شو مكتوب، جيتو دائما في خدمتك. طبعا ناسين منها حرف أو يمكن مترجم من الفرنسي إلى العربي جيتوغ، فما عارفين آخر حرف كيف يكتبوه فكتبوا لك جيتو، يعني إحنا جينا على السيارة. ليش مكتوبة هاي هون وليش أنا حاططها عربي أصلا؟ لأنه لأول مرة بشوف سيارة فيها فويس كوماند عربي. إذا بفعل فويس كوماند يرجى الاستمرار، افتح النوافذ. حسنا، افتح فتحت السقف. حسنا، فتحنا كل شيء. ها ترى وبدربك على اللغة العربية الفصحى، إنني أشعر بالبرد. حسنا، أغلق فتحت السقف. حسنا، شغل الراديو. أخفض صوت الراديو. حسنا، أغلق صوت الراديو. حسنا. فبدربك على اللغة العربية الفصحى، والله هذا تمرين حيكون لإلك ولأطفالك معك في السيارة. بس لسه في شيء كمان قوي، بطلت عارف شو تسلسل قوة الأشياء الغير تقليدية. أنتوا وزعوا قوة الأشياء، عندك هون ميزة مكتوب التبريد للقيادة خارج الطريق. شو هي هاي الميزة؟ فرضا أنت عارف حالك داخل أوفرود، ما في داعي تستنى للسيارة تحر لتشتغل فيها المروحة والتبريد الأمامي. قبل ما تدخل شغل التبريد، شغل المروحة، هتشتغل التبريد في المحرك قبل لا تدخل عشان ما يحر معك بوقت سريع، فحركة جدا سريعة. رح حط الكاميرا في الخارج لتسمعوا أصلا صوت المروحة كيف هتشتغل لما أضغط. شغلت لكم الإنارة التنبيهية لتشوفوا كيف الأربع نقاط كمان بتنور بهاي الطريقة. هلا حتلاحظ هون نقاط سحب بلون جدا قوي. شو هذا؟ شبكة عنكبوت صار عندنا. هذا يمكن من طول مدة التصوير قرر يصنع شبك هون. نقاط السحب هاي اللي أيضا لونها فسفوري
مش نقاط سحب، هاي قطع بلاستيكية مفرغة من الداخل، حاطينها بس شكل ومنظر. نقاط السحب الواقعية موجودة هون في الأعلى داخل هذا الغطاء على اليسار. على فكرة حتى هاي القطع بإمكانك تبدلها وتركب هون إنارة ضباب أمامية فحسب المواصفات والبلد اللي أنت فيه. حتى ممكن أصلاً هاي الإنارة اللي عند الفندرات تكون واقعية. بالداخل عندك عدة أماكن لمسكات الأكواب. أوه شوفوا الحركة اللي لاحظتها هون، تعال تعال شوفوا وين المفتاح بيركب، مخبينه بمكان كثير حلو صح عليهم. فرضاً طالع مع الربع أوفرود وعندك مشروب حلال طبعاً وبدك تجهز بعض الأشياء والمشاوي ورا بالصندوق الخلفي، طبعاً هتشوفوا كيف حيثبت في مكانه الصندوق، فيه مقاومة. بس كيف تفتح مشروبك الحلال؟ عندك هون فاتحة للمشروب وبتجلس ورا وبتجهز الأشياء. وين تحط مشروبك؟ ما تخاف كمان مفكرين فيها، تضغط هون بيطلع عندك كاب هولدر بتحط فيه مشروبك في داخله أنت وجالس. ومش بس هيك، أثناء شرب هذا المشروب بدك شوية حب وبزر، بتحط البزر الروسي الغير تقليدي اللي لونه أسود بهذا المكان، تتناول الحب أثناء جلوسك برا بالخلف. الباب حاليا ثابت مكانه لأنه الأرض اللي نحن واقفين فيها مسطحة ما عندك زاوية، ولكن إذا كنت على منحدر أو على منحنى شو بتسوي؟ بكل بساطة تقفلها بهذا الشكل، ولاحظوا معي ما بيتحرك نهائيا، إذا شديت يمكن أكسره، لازم تفكها مرة ثانية قبل ما تتمكن ترجع تسكره شفط بهذا الشكل. حنبدأ على طريق شوي مكسر، ما حقول أوفرود مكسر. أكيد السيارة هاي وكالة من عند إليت كارز، فأنا أول شخص بالإمارات بياخد التست درايف من عندهم، فما حأدخل فيها أوفرود عشان أرجعها سليمة. طبعا الطريق مكسر ولكن ما بتحس بالسيارة بأي شيء، الشعور فيها جيد، بتمتص الضربات، شوفوا الأرض كيف محفر. وحاطينها على وضعية الأوفرود عشان نظام التراكشن وكل هاي الأمور. وعلى فكرة من الشاشة بكل بساطة بتفصل وبتركب مانع الانزلاق، فنظام التعليق على الأوفرود بهيك طرقات بأماكن مكسرة جيد وبيتحمل. بس ترجع على الشارع تحس صارت القيادة طبيعية مجددا. بالنسبة للراحة، بالنسبة للكراسي، بالنسبة للجلوس، ما فكرت بالموضوع نهائيا، استلمتها الصبح وأبدا ما فكرت بالكرسي بالوضعية، حتى ما حركت أي شيء، استلمتها جاهزة مهيئة مريحة. وهذا دليل إنه السيارة عن جد من جوا مصممينها بطريقة إرغونوميك وعملية جدا. فيك تخفض الكرسي إذا ما بدك رؤية مرتفعة، بدك تحس حالك رياضي أكثر، فيك تنزلها كثير. شوفوا قديش صرت نازل أنا، فعندك مساحات هون وعندك تحكمات على كيفك. طبعا أكيد الكراسي ما ذكرت فيها تبريد، ما فيها تدفئة أذكياء، على الإمارات مو جايبين تدفئة، جايبين بس تبريد. شوف كيف عندك كاميرات أثناء السير بتشوف السيارة 3D، الإطارات عم بتلف، رؤية واقعية للشارع، ما في حد ورانا مزعجينه. وبتشوف كيف على اليسار وعلى اليمين المسارات مرسومة، لما يجي مركبات جنبك هتلاحظ أنه حيظهروا عندك على الشاشة. طبعا محركها صغير ففي شوية لاج قبل ما يشتغل التوربو، قبل ما ينطلق المحرك، ولكن محركها أكبر من باقي سيارات جيتور. معظم سيارات جيتور حاليا 1.6، المحرك اللي هون 2 لتر مع توربو، فالتوربو اللي عليها بحسن فيها التسارع. أكيد التسارع اللي فيها مش رياضي، ولكن التسارع اللي فيها منطقي كسيارة عائلية. قوة المحرك 250 حصان، والعزم اللي هو حلو فيها 400 نيوتن متر، الرقم لا بأس، الرقم جيد. كل هذا مربوط بناقل سرعات ديول كلتش، تخيلوا. طبعا ما في صوت، ما في اكزوست كذا، فما حتسمع صوت الغيارات. واكيد الديول كلتش موجود فيها من اجل الاقتصاد مش من اجل الاداء.
السيارة 7 غيارات، بس أكثر شيء لفت لي نظري فيها هو الراحة والمواصفات. فيها شاحن لاسلكي أكيد، وضعيات القيادة أكثر من 6 وضعيات موجود عندك. خلوا بالكم هاي السيارة SUV مهيئة أكثر من أجل الراحة، هذه مش بادي أون فريم، فمستقبلاً يمكن في جيتور ثانية موجودة في الصين أفرود أكثر منها، ولكن هذه حتلبيك، حتمشي لك أمورك، السيارة حتاخذك كل مكان. خلوني أفاجئكم تجربة تسارع من 0 إلى 100. هاي الحركة الغريبة لما تكون ماشي مثلا وفي تحذير ما بيطلع صوت، السيارة بتخبرك شو المشكلة بالضبط. مثلا اغلق الباب من فضلك، تقول لك اغلق الباب، اربط حزام مقعدك، بتقول لك بالضبط شو تسوي، بتعطيك اوامر. طبعا الرؤية فيها جيدة للسيارة، الشيء الوحيد هو الاطار الخلفي المربع، حتلاقيه مغطي عليك الرؤية من النافذة الخلفية. سعرها عند اليت كارز هون بالامارات أقصى مواصفات أعلى شيء يعني لا يتعدى 147 ألف درهم إماراتي، وسعرها عندهم 139 ألف من غير الضريبة إذا حاب تشحنها. شو رأيكم فيها؟ خبروني تحت بالكومنتس. مع السلامة.